فيما يخص التعديل الوزاري ما عنديش شي فكره حاليا. اما بالنسبه للعمل السياسي والفكر السياسي في المغرب انا لا اثق فيه، لان ليست هناك كفاءه مهنيه، ليس هناك رجال في مكان مناسب كبعض الدول المتقدمه، حيث نلاحظ ان الرجل المناسب في المكان المناسب. السياسي في المغرب يهتم فقط بجيبه، فيما ينفع جيبه ومصالحه، واما مصالح الشعب فلا يهتم بها اي احد. على التغيير ديال الحكومه انا ما عندي حتى شي فكره. البارح انا ما عارف اللي هو التعديل الوزاري الجديد، داروا التعديل الوزاري البارح. لا ما فراسيش، لا والله ما فراسي بالله. لا ما كنقراش على السياسه بزاف. لا ما فراسيش، ما كنثيق في حتى وزير نهائيا بتاتا. علاش؟ حيت تيجيو يقضوا على المصلحه ديالهم تيمشيو في حالاتهم، ما كيديروا حتى حاجه. النصب والاحتيال خدام في المغرب، لا اله الا الله محمد رسول الله وعاش الملك، هو اللي عندنا فيه ثقه كبيره. اما الوزراء والاحزاب وقت التخربيق ما كاين، كل واحد تيضرب راسه. واش غنقول لك؟ اللي هداه الله ويسلامي راه يخدم على الاسلام، واللي هو راه شفار يبقى شفار صراحه. صراحه ما فراسيش، لا غادي نعرف. يلا عرفت اليوم. لا عرفت اليوم معكم. كتثق شويه في السياسه؟ كتقرا السياسه؟ شويه تنتيق فيها شويه، راه كانوا الناس مسؤولين مزيانين، تنتيقوا يديروا الدور ديالهم مزيان وداك الشيء. حاليا هاد الساعه ما كاين لا تعديل وزاري لا حتى حاجه، يعني ما مطالع على حتى حاجه. مطالعش. واش كتثق في السياسه بانها تغير شي حاجه في المغرب؟ ممكن، تقدر ممكن. ما بقاش الثقه بالعربيه كاع، ما بقاش الثقه، قليل. شكون اللي غير على بلاده راه غير، اللي ما غيرش راه اكثريه كلهم ماديين. تغيير حكومي فراسي ونتمنوا انه يكون تغيير في العمل، فهمتيني؟ هذا هو الاساس، فهمتيني؟ كان النوايا المنتظرات ديال المجتمع كثيره، ونتمنوا ان المسؤولين يكونوا في المستوى باش يلبيو هذا التطلع والتطلعات ديال المجتمع بصفه عامه في الميادين، لا الصحه لا التعليم وكل بخصوص. تنحبوا بلادنا ونموتوا على كيما كانت، انما هادو اكثر يا راه قتلونا بتاع شفارد صراحه.